الذي يريد أن يحكم مصر عليها أن يحكم النهر، وإنه ما من مرة قامت لمصر قوامة جامدة كده إلا لما جه حاكم يحكم النهر، وإنه حتى في عصور المماليك لما تراخى المماليك عن الحكم النهر حكمهم تعب. ولذلك جمال حمدان في الجزء الرابع من شخصية مصر يقول أن حاكم مصر هو حارس النهر. النهر ده مش سهل، النهر اللي بيربط الشمال بالجنوب مش سهل، النهر ده محتاج خدمة، محتاج حراسة، محتاج تطهير الترع والمصارف، محتاج حماية حتى عشان حدش يقطعه من الجنوب. إنما أقوى سلاح هو سلاح المية، سلاح المية اللي مصر اتبنت حضارتها كلها عليه، اللي هيرودوت قال مصر هبة النيل، اللي فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. سلاح المية ده اللي عايشين عليه كل المصريين من 10,000 سنة، ده أقوى سلاح. المحبس بقى في أثيوبيا، تقفل تفتح، لو قفلت هتموت شعب. حضرة السادة احنا لا شمتانين ولا فرحانين، لا شمتانين ولا فرحانين ان تحذيراتنا وكلامنا عن سد النهضة من 7 سنين طلع صح. عشان كده افتكرت كلمة السادات، نعم سيأتي يوما نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه وكيف حمل كل منا أمانته. جاء اليوم اهو ونفكركم ان احنا من 7 سنين حذرناكم من اليوم ده، مش شماتة، انما شعورنا الحقيقي هو شعور الرعب، شعور الخوف على بلد ومستقبل ملايين مليارات من اجيال جاية، بلد هنسلم الراية للجيل اللي بعدنا خربانة ضيعة، ده حق اجيال جاية. احنا مرعوبين من ده، الخوف على بلد ومستقبل ملايين المصريين اللي مش هيبقى اخر همهم الاسعار والدولار. انما واضح ان المرعب لم يأتي بعد.